دلوقتي الجزء اللي مش باين ده المربع الاطار اللي انا عايزه يبان بشكل يدي شكل ظريف جدا، اعمل ايه؟ هروح امسكه اطلعه فوق خالص، خليه في اول حاجه. بعدين هقدم لكم هنا حاجه مهمه قوي اسمها اللير افكت، تاثيرات معينه بتتعمل على كل لير على حده. تحت خالص هنا في حاجه اسمها اف اكس وجنبها كذا اوبشن، لو عملت كليك عليها هيطلع لي شويه اختيارات. تحت خالص في حاجه اسمها دروب شادو، لو عملت كليك عليه هيطلع لي حاجه اسمها لير ستايل، يعني شكلها مختلف شويه من هنا 2015 على 2006، بس يعني هي تقريبا نفس ال يعني نفس المبادئ. بص هتلاحظوا في اطار خفيف ظهر على الجزء بتاعي، انا عايزه يبقى اكبر من كده شويه. هعمل ايه؟ اروح عند الجزء ده هتلاقوا فيه شويه اوبشن للظل. هو طبعا دروب شادو ببساطه كلمه دروب شادو معناها ارمي ظل او اعمل ظل للشيء ده، بحيث يبقى كانه مجسم او 3 دي او ظهر. انا عايز بس الظل ده يبان شويه، في حاجه اسمها اوباستي، هزود الاوباستي عشان الموضوع يبقى اوضح، يعني خليه مثلا 60 70% حاجه زي كده. اروح عند الديستنس اعمل كليك في الجزء ده وبالسهم اطلع لفوق شويه، يعني حاجه زي مثلا خليها 10، لا لا كبرها شويه، شوف اعمل شيفت وسهم لفوق اهو. بصوا لاحظوا كل ما بكبر اللير الظل بتاعها بيعلى، انا مش عايزها يعني كبيره قوي، لا اصغر شويه خليها مثلا حاجه زي 20%، وانزل تحت على السايز برضو شيفت لفوق عشان بصوا السايز بيخليه بلورد شويه، او يعني ايه كانه ظل بشكل واقعي، يعني لو شلت خالص بيبقى حاد قوي ظل، يعني مش شكل مش ظريف، لكن لو عليت الدرجه دي خليها مثلا حاجه يعني قرب 30% تديني شكل ظريف قوي. ممكن ادوس اوكي، او وانا لسه في اللير دي بدوس على حاجه اسمها بيفل اند امبوز. ايه دي؟ دي بتدينا كان الشكل مجسم. عم كليك عليها بصوا عملت ازاي، لو شلت الكليك يختفي التأثير، عندنا عم تشيك مارك على الجزء ده، لو رجعت تاني يدينا التأثير تاني. بصوا بصوا شكله ازاي، كأنه إطار فعلا. ممكن برضو أتحكم في الحاجات دي بكذا طريقة. هتلاحظوا هنا في الدبس اللي هو العمق، وفي السايز، وفي سوفتن، يعني في شوية اوبشن كده. ممكن مثلا الدبس ده اللي هي 100% اعمل كليك عليها وشيفت سهم لفوق واعلى شويه، وبعدين اعمل تاب مرتين عشان انزل على الاوبشن تحتها واعلى كمان. دي بقى حاجه يعني بالترايل اند ايرور، يعني انت بتجرب وتشوف الشكل عامل ازاي لغايه ما توصل لشكل يعني شكله ظريف. ممكن اقلل القيمه دي شويه اخليها 12 مثلا، وانزل تحت على سوفتن اعلي شويه واقلل، يعني بنقعد نجرب القيم بتاعتنا. الاوباستي بتاعت الجزء اللي مكتوب عليه سكرين ده اعليه شويه، خليه اعلى من كده، الجزء بتاع ده خليه اعلى من كده. ممكن اغير اللون بتاع الشادو، يعني ممكن انزل ارجع تاني على دروب شادو، خلينا بس الدبس اعتقد ان لو قللناه شويه يكون افضل، يعني مش فارق كتير. الستايل بتاع البيفل اند امبوز دي لو غيرته فيه، هي هنا انر بيفل لو اوتر بيفل، بصوا عامل ازاي لو عملت امبوز بس. بصوا كل حاجه بيبقى ليها شكل معين، ستروك يعني تشوف الطريقه اللي انت بترتاح لها. انر يعني انر ما كانش وحش، اللي تحتها خالص التكنيك بتاع البيفل يبقى سموز، ولا حاجه اسمها تشيزل هارد. تشيزل هارد يعني بيديها سن شطف كده، يعني فروقات بسيطه. انا دي عجباني، شايف ان هي حاجه كانها شبه الاطار. لو خلصت كده بقول له اوكي، طبعا الشكل بقى ظريف قوي. دي حاجه من اهم الحاجات في الفوتوشوب، موضوع الدروب شادو، الافكتات اللي بتتعمل عندي بيفل اند بوز اند دروب شادو، طبعا في ثواني وكان بقى عندك اطار للشكل بتاعك. هتلاحظوا ان هنا عمل لي كلمه اف اكس اللي هي اختصار الافكت، وفي جنبها هنا الافكتات اللي انا استخدمتها تحت اللير. افكتس اول حاجه بيفل اند بوز ودروب شادو، وفي جنب كل واحده في عين. ممكن اخفي العين بتاع الافكت كله وارجع زي ما كنت، وارجع ادوس تاني على العين عشان تظهر لي، او اشيل تاثير واحد منهم، يعني اشيل مثلا بيفل امبوز بس واخليه دروب شادو، او العكس خليهم هما الاثنين دلوقتي. طب دلوقتي عايز اعمل افكت جديد على الشكل بتاعي، هعمل ايه؟ هروح عايز اجيب شكل خشب وكان الاطار ده اطار خشبي، فروحت هنا على الاجزاء بتاعت الفايلات بتاعتي ودورت جبت شكل خشب كانه وود. ده بيجي منين؟ يعني في كذا طريقه، ممكن تعمل سيرش على جوجل على تكتب وود او وود تكستشر مثلا، او تخش على مواقع معينه بيبقى فيها
صور للخامات بحيث ان انت تستخدمها، وبعدين اخد الصوره دي افتحها، اروح هنا على الفوتوشوب افتح في مكان في لير لوحدها. دي فرصه اوريكم طريقه جديده لان انا انقل الصوره، ممكن زي ما قلنا بالموف تول ودراج دروب، لكن عايز اوريكم طريقه جديده احيانا بيكون ليها استخدامات. الاول انا فاتح كام هنا صوره، ادي واحده بتاعت الخلفيه، ببص على التاب اللي فوق، وادي واحده بتاعت الزخرفه، والصوره الاصليه بتاعتي. الصوره الاصليه بتاعتي اسمها ايه؟ 101 مكتوب جنبها اهو. طيب بروح تاني على الصوره بتاعتي اللي هي مكتوب عليها وود، بعمل ايه؟ ممكن اعمل كليك يمين الاقي في حاجه اسمها دوبليكيت لير. كليك يمين دي بتظهر لو انا في ريكتانجل مود يعني، لكن انا لو انا مثلا في الموف تول وعملت كليك يمين، او يعني في اي مثلا في الفرشه عملت كليك، ممكن يظهر لك حاجه تانية. عشان تتجنب الموضوع ده ممكن تعمل كليك يمين على اللير بانل نفسها، كويس، هتلاقي تاني واحده هنا تقريبا هتكون دوبليكيت لير، لو عملت كليك عليها هيقول لي اسمها باك جراوند، هي اسمها باك جراوند، خليها باك جراوند كوبي. ممكن اغير الاسم، خليها وود وود، او خليها حتى بالعربي، انا كنت عربي، خليها خشب. تحت هنا حاجه مهمه قوي، الديستنيشن او المكان اللي هتروح، انا كتبت الاسم غلط، خليها خشب. في الجزء بتاع الاسم اللي هو الديستنيشن هيقول لي انت عايز تاخد كوبي وتوديها فين، هل في نفس المكان يعني، هنا الاسم بتاعي اللي هو وود، هنا اسم اللير، لو عملت اوكي هيدبلرها لي في نفس المكان. لا انا مش عايز كده، انا عايز اوديها ادبلرها بس اوديها على دوكيمنت تاني. بعمل كليك يمين هنا هيقول لي كل اسامي الدوكيمنت دوكيمنتس المفتوحه، هروح على رقم واحد اللي هي اول واحده اللي انا بشتغل عليها واقول له اوكي، واروح على مكان تاني. بص حصل ايه، حطها لي في المكان بتاعي. المشكله بس ان اللير نفسها كبيره جدا وجت بشكل راسي، يعني اعمل كنترول ماينس كم مره كده، وبعدين بصوا على الجزء بتاع اللير بانل موجود اهي، عايز اعرف حجمها الحقيقي، حجمها بالظبط قد ايه بالنسبه للباقي، هعمل كنترول تي كبيره، اعمل كنترول ماينس مره كمان. دلوقتي انا عايز اقلبها ب 90 درجه واصغرها شويه، هعمل ايه؟ اروح ممكن كذا طريقه، اعمل كده واعمل روتيت 90 درجه، او ان انا ممكن امسكها من الجزء ده والف كده بس كده، يعني هتلاحظوا وانا بلف ان هو بيكتب لي الدرجات. ممكن استنى على 90، او ببساطه وانا بلف ادوس على شيفت، شيفت هيخليني بيحرك لي بدرجات معينه، يا اما 60 درجه يا اما 45، 60 45 75 90. لو انا شلت الشيفت هنا انا مختار الدرجه بتاعتي، ارجع تاني ادوس الشيفت وبعدين اسيب من على الكليك الاول وبعد كده اسيب من على الشيفت. طبعا هي ضخمه قوي، ممكن اصغرها شويه، عايز اصغرها من الاطراف واحافظ على البروبورشن، ادوس الت وبعدين شيفت اصغرها، اخليها مثلا على قد الرسمه بتاعتي، وبعدين بدوس اوكي، ارجع تاني ادوس كنترول زيرو. خلي بالكم من حاجه، اسم اللير هنا ايه؟ فوق اللير بتاعت الخشب دي اسمها باك جراوند. طب مش انا كنت سميتها هناك واديتها اسم خشب، ليه اسمها اتغير؟ لان هي كانت هتتغير باسم خشب لو انا عملت دوبليكيت للصوره وخليتها في نفس الدوكيمنت بتاعتها، لكن انا نقلتها لدوكيمنت ثانيه، ف يعني بيختار لي هو اسم من عنده، عشان اغيره عادي جدا اعمل دبل كليك واكتب خشب وبعدين انتر. طيب تعالوا نخفي الجزء بتاع الخشب ده، انا عايز الجزء بتاع الخشب يدخل على الاطار اللي قدامي ده بس، ما يروحش في اي حته تانيه، الجزء ده بس. بعمل ايه؟ تعالوا نرجعه تاني، اعمل كليك عليه عشان يظهر. في طريقتين، يا اما ان انا اروح على لير ومن لير ادوس على كرييت كليبنج ماسك اهو بالشكل ده، بص حصل ايه، دخلي اللير بتاع الخشب دي على الجزء بتاع الاطار اللي هو دلوقتي عملتها خفيتها هي كانت كده، ورجعت تاني في دخلت في الجزء ده وديتني الشكل بتاعه كانه اطار خشب. في نفس الوقت الحاجه الظريفه جدا ان هو احتفظ باللير افكت بتاعت اللير اللي تحت، ما غيرنيش فيها. طيب عايز بس اعمل كنترول زد ارجع تاني عشان اوريكم طريقه تانيه اسهل بكتير واسرع للكليبنج ماسك. ان انا بروح عند اللير، تلاحظ علامه الهاند دي، وبعدين انزل شويه يعني، او خلينا هنا فوق ادوس على الت وانزل بالتدريج بالراحه لغايه ما بلاقي علامه مربع كده وجنبها سهم، نشوف اول ما المربع ده يظهر اعمل كليك
خلاص دخل لي دي طريق سريع قوي، لو نزلت تاني عملت الت وجيت منهم هيعمل لي سهم بس يعمل لي يرجع لي تاني، ده انا عايزها تاني موجوده الت اعمل كليك ما بينهم بين اللايرين دي. طريقه سهله طبعا واسرع بكتير قوي ان انا اروح على لير. هنا برضو مبين لك اهميه الشورت كات. دلوقتي عايز اعمل تغيير بسيط في اللي انا بعمله. عايز اغير لون الاطار ده بس تغيير بسيط من غير ما اثر على الشكل بتاع الخشب. بعمل ايه؟ اروح على اللير بتاعت اللير 1. على فكره احنا نسينا نسمي نغير اسمها، بس اعمل عربي. الشكل الاحمر الكبير ده كان اسمه اطار، خلينا نسميه ده اطار مثلا، اطار داخلي او اي اسم انت تشوفه. يعني ايه الافكت الجديد اللي انا عايز اعمله؟ بروح على اف اكس تحت، حاجه اسمها كلر اوفرلي، احط لون. هنا باي ديفولت هو حاطه لي يعني لون رمادي، ممكن اغيره ازاي؟ اروح عند اللون الرمادي مربع الصغير ده، اعمل كليك واحده، هنا ممكن اختار اي حاجه احمر مثلا، او اروح عند المستطيل الطويل بتاع الالوان ده اخليه ازرق، يعني درجه مثلا غامقه شويه لو عايز غمق، اوكي اي لون يعني ممكن تعمل زيي او اختار انت اي لون تاني. طبعا عشان اظهر التفاصيل بتاعه الخشب ما اضيعهاش، هنا اعمل لي بلند مود. فاكرين البلند مود اللي فات؟ هنا زيه بالظبط نفس الاشكال، ممكن اعمل مالتي بلاي عشان اغمق، بس هنا اغمق قوي، ممكن اعمل سكرين افتح بيه اغير لون الشكل، ممكن حاجه اسمها كلر وده بياخد لي اللون بس بتاع اللون الازرق بالدرجه بتاعته ويحطه لي على اللون الخشب. يعني لو انت مش عارف انت شايفه مش ظريف ممكن تغمق شويه، اوكي كده ممكن اختار مثلا حاجه اخضر. فحاسس ان انا كل ما بغير هو يعني على السريع كده بغير لي شكل اللون. يعني خلينا انا بس انا جايب لكم الموضوع ده عشان نشوف التأثير وتغييره. كلر اوفرلي، لو لغيت الكلر اوفرلي من تحت الايفكت برجع تاني للون الخشب اللي كان عندي. طيب ممكن اعمل افكتات تانية كتير، يعني مثلا ممكن الخشب ده اللير بتاعت الخشب ممكن العب في البليند مود، يعني ممكن اخليه مالتي بلاي صحيح غمق. هو مش بس غمق، هو خد شوية من الشكل الاصلي اللي تحتيه، يعني شكل السمبوكسات ده دخله مع الخشب، او احيانا لو خفينا الخشب وصور هو اصلا كان كده، دلوقتي بقى مالتي بلاي، لما كان نورمال كان اخفاه تماما، مالتي بلاي غمق وبين شكل جزء من الشكل اللي تحت. دي كلمة بلند مود، يعني هي بلند يعني احنا ندمج او نخلط اتنين لاير مع بعض. انا ما بقولش طبعا ان ده التأثير الافضل الاول، يعني انهي احسن الاول او كده، يعني ممكن الاول يكون افضل. انا بوريك بس الاختيارات المختلفة عشان على حسب انت الديزاين بتاعك في المستقبل يبقى عندك عارف كل امكانياتك. ممكن تدوس مثلا على سكرين لو انت عايز تفتح اكتر من الاول، يعني انا شايف ده ممكن يكون اظرف شويه. في حاجات كتير قوي مختلفه انت ممكن تقعد تجربها واحده واحده. لينير بيرن مثلا، مثلا داركر كلر، ممكن بدل ما تقعد تعمل كده انت لو دوست شيفت وسهم لتحت هيقلب لك ما بين البليند مودز المختلفه، لينير كلر دوج مش عارف اوفرلاي، في حاجات كتير قوي سوفت لايت، يعني مثلا الاوفرلاي ده ظريف مش وحش. ممكن حتى الدبلر اللير بتاعت الخشب دي لو انت معلم عليها دوس كنترول جي على طول راح مدبلرها، بس المشكله ان هو بيدبلرها وما بيعملهاش كليبنج. لو انت عايز تعمل كليبنج نفس الطريقه دوس على الت سوري الت وكليك دخلها برضو الاولانيه نفس الاوفرلاي، لو خليتها نورمال رجعت تاني زي الاول، ممكن تغير الاوباسيتي بتاعتها قللها قوي خليها مثلا 25%. لو انا عملت كليك على الفيو بتاعها بص كده، يعني عملت حاجه بسيطه قوي، بس احيانا الكلام ده بيفرق وانت بتحتاجه. بتحتاج احيانا تعمل كذا لير، كل لير ليها بليند مود او افكت مختلف شويه عن اللي فات. انا ممكن دلوقتي اعمل اي حاجه برضو في الجزء، يعني مثلا الجزء بتاع الزخرفه ما زلت اقدر اتحكم فيه شكله، يعني لو عملت كليك على الزخرفه دي ودوست على علامه السهم اقدر امسكها او اغيرها، او مثلا اوديها كده كنترول زد ارجع تاني، او حتى ان انا اعمل كنترول تي واصغرها شويه ادوس على الت، اي تاثير انا عايزه ممكن احصل عليه تاني.